والله شوف هاي كرة قدم فيها اعتراض فيها تصاريح اوقات، احنا برضية الملعب كل واحد يتابع اللعبة السريعة. الحكم هو اتخذ قراره، احترم قرار الحكم، كان صح كان خطأ، بالنهاية هو الحكم. طبيعي اي مش انا فقط المصطبة كلها، لكن بالنهاية هو قرار حكم ونحترم. كابتن السنة الثانية على التوالي تحقق نتيجة ايجابية بهذا الملعب، السنة الماضية تعادل وهذه السنة ثلاث مباريات مع الزورة بالاهلي. طبعا الحمد لله هذا فضل رب العالمين وفضل اجتهاد الاستاف الفني كامل وفضل اجتهاد الاستاف الطبي ايضا اللاعبين، هذا دور مهم اذا والجهاز الاداري ايضا، اذا المجموعه كلها ما تكمل وتعمل ما راح تحصل نتائج ايجابيه. اليوم انك توزع الزوراء بملعب الزوراء امام جماهير المتواجده اليوم هذا شيء جدا جدا مميز. نشكر جميع الحضور وكان من جماهير زاخو او من جماهير الزوراء ونقول لهم هارد لك، وان شاء الله نشاهد دوري ممتع بالمباريات القادمه باذن الله اجمعين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد مبروك لفريقي نادي زاخو، لجمهور هذا اللي حضر، الهيئه الاداريه الكادر التدريبي وانا اللاعبين الابطال ما قصروا الحمد لله. اعتقد مباراه جميله تكتيكيه على مستوى عالي من قبل الفريقين، الحمد لله انضباط عالي من قبل لاعبينا، موفر من الاهداف مثل ما شفت الحمد لله. اللهم لك الحمد، فوز مهم ومعنوي، تنتظرنا مباريات مهمه وصعبه وبالاحرى هي ثلاث نقاط بس اكيد تعطينا دافع كبير، فوز امام الزوراء ينطينا دافع كبير ان شاء الله للمباريات القادمه. دعاء الاخير غيابك عن قائمه المنتخب الوطني، ما زعلت ما حزيت بنفسك ولا الحلو اللي عجبني بك واصلت الاجتماع؟ الحمد لله اكيد طبعا تواجدي مع المنتخب الوطني هذا شرف كبير لي صراحه واكيد افرح طبعا، وعدم استدعائي اكيد نفس الوقت هذا وجهه نظر كادر تدريبي وانا احترمها جدا وجاهز باي وقت اريد من الكادر، انا عليه اقدم بالدوري والمنتخب ان شاء الله يعني ينتظرني باذن الله، انا جاهز باي وقت المنتخب يريدني عليه اقدم بالدوري وانا اكون بخدمه المنتخب في اي وقت. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، هذا واجبي. واجبي ان انا حارس مرمى وان اصدر الكرات واكون دائما مثل ما الجمهور والناس تعرف علي كاظم، ان شاء الله اكون دائما بالموعد مثل ما هم يريدون. اكيد وجهه تحيه للكابتن نبيل عواد، واحد من المدربين الشباب المجتهدين اللي يعمل باحترافيه عاليه، صراحه عمل على النقص وبالاضافه عنده رؤيه وقراءه للمباراه مسبقه، بذلك يعطيني الحلول داخل الملعب في المباراه، بالاضافه الى الجاهزيه البدنيه والفنيه اللهم لك الحمد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه مبروك لفريقنا جماهيرنا لادارتنا اللاعبين الكادر الفني، هارد لك للفريق الزوراء وجماهيره، مثل ما تعرف فريق الزوراء فريق كبير اسم كبير بالدوري العراقي، احنا كلاعبين نحب نقدم في المباريات الكبيره، الكل يعرف انت امام الزوراء في ارضه امام جمهوره هذا حافز كبير، ما تحتاج اي دافع ما تحتاج اي احد يحفزك، المباراه امام انظار الجميع، اجواء حلوه مباراه كبيره، قدمنا مستوى جيد مستوى يليق بينا احنا كلاعبين كادر فني، الحمد لله والشكر قدمنا اداء ونتيجه، ممكن كان بالمحصله نطلع باهداف اكثر لكن المهم الثلاث نقاط ومبروك لفريقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد يعني هذا الشيء معروف للجميع ان كره القدم فوز وتعادل وخساره، وكنا كرياضيين احنا مؤمنين بهذا الموضوع، دامت تحقق فوز ممكن تعادل او تخسر وبالعكس نفس الشيء. كنا نتمنى صراحه ونامن نفسنا نحقق نتيجه ايجابيه ترضي طلعت الجماهير الكبيره اللي حاضره اليوم، نأسف جدا ما قدرنا نفضحهم اليوم. بس لا يزال الطريق طويل، الدوري بعده في بدايته، نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه بالمباريات القادمه ان شاء الله نقدر نحقق مستوى طيب يهن نحقق نتائج ممتازه ان شاء الله. مباراه جيده. يعني بالنهايه الحمد لله والشكر، تعرف انت كنا يعني بصراحه وين قدمنا مباراه جيده، بالنهايه الاداء يذهب والنتيجه تبقى. كنا نتمنى بصراحه انه نحقق ثلاث نقاط، لان يعني ثلاث نقاط مهمه جدا هاي، بس الحمد لله والشكر، الحمد لله على كل حال. الملعب الوحيد اللي امتلأ اليوم بمباراه الجوله الرابعه هو ملعب الزمالك. صراحة هذا مو غريب على جمهور الزوراء، جمهور الزوراء جمهور كبير، جمهور عظيم، محب بطريقة مجنونة للفريق والنادية، فهذا مو غريب عليهم، يعني صراحة أنا أحكي عن نفسي نيابة عن الفريق الزمالك كنا شعور واحد احنا، أسف جدا ما قدرنا نحقق فد نتيجة إيجابية ترضي تطلعات هذا الجمهور الكبير اللي حضر، مع هذا أرجع وأقول الدوري لا يزال في البداية وإن شاء الله القادم أفضل. زين حرامات سحب منتخب، أمجد عدوان إيش بيك أمجد عدوان؟ أمجد عدوان إيش بيك؟ أحمد الدين إيش بيك؟ جلال مو قوتشي حرام اسمع منتخب قوقيه كذلك زوراء شلع قلع مو خوش فريق يجيك منك من زاخو ينهي قلبك ينهي انت شنو يعترف لو مبقي عباس قاسم ومبقي حويبيب احسن من هذول اللي جايبين جاب له احمد الاكبر احمد صالح شنو يقول انا
شو اسمه محمد ولا؟ عمد ايه عصام ذب استقاله؟ هسه عصام ذب استقاله؟ الله ومحمد وعلي وياك شوف انا حسن ذب استقاله الجمهور تريدون عمي تريدون مدرب عمي مدرب عمي يريده وقيه اليوم شلون؟ وقيه مو زين الفريق كله تعبان الفريق كله تعبان وزوره مو زين لو اخذنا مركز خامس الموسم نحمد الله ونشكر هسه شفنا الفرق احنا بين عصام وبين طلال البلوشي مثل ما قلنا دوري محترفين مثل ما دوري محترفين مدربين محترفين عصام ماكم يعني يعاند بالجمهور افضل لاعب هو كرار يطلع كرار نبي وجلال ثلاث اهداف يتحملهن وهي كوره ثلاث اهداف اتمنى كاسا اشوف المباراه وعلي كاظم لان ويا الاردن راح تصير فضيحه فضيحه ويا الاردن اذا مو علي كاظم ويا جلال فضيحه ثلاث اهداف يتحملهن الاول مو يعني حارس منتخب هيجي ولا بقى كابتن فلاح بس قل لي هو مشتري النادي مشتري اذا مشتري خلي يقول يابا انا مشتري النادي يعني الجمهور ما يريدك هذا جمهور الامه الزورائيه كلها ما تريدك كافي 10 سنوات 12 سنه ما قدمت لنا هاي دوريين كاسيين عمي اطلع ما اريدك عمي هاي زاخو كانت قبل كم سنه شنو زاخو مرتبه 18 و16 شوف هسه شنو هسه زاخو دا يصرفون الانديه قاعد تصرف رؤساء الانديه قاعد تصرف انت عمي ما يعني كافي الجمهور ما يريدك كافي يعني هسه انت جاي هنا شنو يعني عناد بالجمهور ما ادري يعني شنو الكابتن ما دام تهمك شنو مشتري ذا مشتري يقول انا مشتري يتحملها اللواعب اخذوا مالاتهم قال لك انا يلعب النادي ما يلعب يخسر ما يخسر بس هذا احنا مسلوع قلبنا احنا شنو دربنا ها احنا شنو دربنا كابتن حبيبي هي بين الخطه انا الفريق قاعد يلعب قدامي 4-3-3 انا ما العب قدامه بارتكاز شنو يعني من بينه ذيك وياها ما ابغى انا هسه ما لا العب طوبه ولا شيء بس ابغى طوبه واتعلم مو انت مدرب وقاعد تتعلم يعني انت قاعد تشوف الخلل مالتك تكيمنا ظليت الان جابوا ثاني وجابوا الثالث عليك وضغطوا عليك يلا بدلت ماكو يعني هنا قناعه صح احنا الشرعيه اخذناها من عندي صدور القرار لحلها اداريه وتشكيلها اداريه مؤقته يعني من الصدور الاول والاخوان طعنوا بي وكسبنا القرار الحمد لله والشكر احنا اليوم حاليا متواجدين في اول تواجد عندنا في مباراه فريقنا على ملعبنا ان شاء الله تكون يعني فاتحه خير وبدايه خير على الفريق وعلى نتائج الفريق وعلى مسيره الفريق ان شاء الله تكون بدايه جديده منطلقه جديده لنادي الزوراء هذا متأمل ان شاء الله استلم كل الملعب ايضا هو مقر الهيدر ولا بعد؟ لا لحد الان يعني ان شاء الله من محتمل بدايه الاسبوع القادم يكون الاستلام بصوره نهائيه أكو بعض القضايا الإجرائية اللي تخص التنفيذ فقط متعلقة أعتقد على الأحد أو الثاني إن شاء الله في انتهاء كل الأمور إن شاء الله يكون استلام الرسمي اليوم الحظ صار على المقصورة ولا قبل المقصورة؟ لا ما تحرك لا بس احنا يعني احنا علينا نريد نتواجد وجينا تواجدنا الحمد لله والشكر بعد صار ما صار يعني تواجد الهيئة الإدارية أيضا هيدر المحلي او السابقه يعني هو بغض النظر عن اخوان الكابتن فلاح حسن الله يعني اخ كبير ورمز كبير من رموز النادي على حال باقي الرموز كلهم كل الاحترام والتقدير ان شاء الله وهم احنا دائما اكرر وعيد اقول احنا خلافنا مو خلاف شخصي يعني الموضوع ما بي شخصنا ولا بي استهداف لشخص معين انما هو خلاف كان على اداري على قيادتهم للنادي للسنوات الأخيرة واللي رافقها بعض المشاكل بعض الفروقات اللي الحمد لله والشكر أثمرت بالنهاية على حل الهيئة الإدارية تشكيل الهيئة الإدارية مؤقتة واللي راح تمثل بداية جديدة وانطلاقة جديدة لنادي الزوراء طبعا حضور هنا مو بصفة يعني ما له صفة بس هي دعوة من الهيئة المؤقتة الشرعية لنادي الزوراء أول مباراة نتمنى لهم التوفيق ومباراتنا لهم الخطوات الممتازه اللي قاموا بها دخول جمهور مجانا لمواجهه الفريق ان شاء الله تكون بدايه خير وهذا نتمنى احنا ما يعني انا بالولد والشباب اللي موجودين كذلك احنا المصريين انا غير مو طلاب مناصب الحمد لله والشكر يعني ان شاء الله نتمنى انه الفريق يعود هاي الزوراء يعود مثل قبل الزوراء كان منافس شرس وكان منافس الاول على البطولات وهذا اللي نطمح له ان شاء الله بالمستقبل هذا اللي راح يصير باذن الله اليوم تواجد الهيئتين الاداريه شلون تشوفها بحق نادي الزوراء؟ يعني صراحة هي من صراحة معيبة يعني صراحة القانون وهم أكثر من مرة طلعوا وقالوا إحنا مع القانون إحنا إذا تذكر الموضوع اللي صار اليوم القرار صار على المقصورة لا هي مو هي أقول لك ترى الكرسي حل آخر اليوم إلك واجب عليك هاي وتلك الأيام اللي داولها بين الناس هذا هاي سنة الحياة
الموضوع ما بين اللي تعرفت المؤقت الأولى راحت المحكمة التسوية، محكمة التسوية ردت لكم قرار غير صحيح وبقوا قال إدارة المحلة وفي إدارة كذلك احترمنا القرار وإحنا مع القضاء وإحنا كل إذا ما احترمنا القضاء ما يسود القانون يكون قانون غير. بعدين الكلام نفس الكلام فسووا هم المركز التسوية التحكيم إنه هو قضاة نازل من السماء وكذلك المحكمين إجا القرار عكسي عكس ما هم كانوا يريدون. بدأت الاتهامات من قبلهم للقضاء، أول ما اتهموا القضاء صراحة القضاء عدم مجاهدة، كان الموضوع أنه المحكمين هم كانوا يعني بكلامكم شكاتة، إحنا ما إذا جاي نطلع شيء من جيبنا صراحة، يجب عليك احترام القانون إن كنت ظالما أو مظلما، هذا القانون فوق الجميع. عندك هم حتى اليوم تواجدهم ما بيحترام القانون؟ لا طبعا لا، هم غير سر بس احتراما يعني ما مرد نصير بلدنا صراحة نقدر منهم عدم الدخول طبعا. انت الاداره الشرعيه اللي موجوده هي المؤقته وكذلك تعامل الاتحاد معك، كذلك تعامل الاولمبي معك، تعامل وزاره النقل كذلك معك، وزاره الشباب، فما ردنا نعكر اجواء جميله صراحه. الجمهور حاضر وشوف شاهد. شو رايك باللي بعض مثلا بعض اطراف الحديث هناك وهناك مثلا قاموا تطلع تصريحات زي تحسين لا يصلح للاداره، فلان لا يصلح للاداره، شنو رايك بهاي التصريحات؟ انا ارد على هذا كلام معيب صراحه، ليه تحسين رمز الزوراء؟ يعني من المعرض اللي يدرسين وكذلك انتم من كنتوا مصدين الاداره شنو نجاحاتكم اللي قمتوا بها؟ يعني انا اتكلم على اللاعبين اللي ما قدموا نجاحات صراحه. يعني انا ودي الكلام انه ما تتكلم اليوم قاعد اتكلم، يعني مثل ما يقول انا اتكلم على شخص لازم يكون انا افضل منه، انا اكون ناجح، انا نجحت بمهمتي على مود ممكن اقول فلان ينجح فلان ما ينجح. فاتمنى انه التركيز على نفسنا على نفسنا، لازم انه احنا اول ما نحاكم انفسنا ممكن نحاكم الناس وننطي انطباعات جيدة أو غير. التاريخ يعني مو قديمة، يعني الموضوع موجود التاريخ ويذكر حتى هذه الإرهاصات اللي صارت، أكو ناس يعني دمرت أسماها في لحظة من أجل منصب ومن أجل منفعة شخصية، ونقولهم يعني صراحة يعني كل زمان الرجال يعني خلص الموضوع انتهى قانونيا انتهى. اليوم الأحد ما يطلعون راح يطلعون غير طريقة غير لائقة صراحة، ما نتمناها. يعني الكفات اللي احنا الاشخاص الباقيين احنا غير معنيين بهم صراحه، الكفات الاسماء اللي موجوده بالهيئه الاداريه زين، فنتمنى هذا الشيء واتمنى انه احترام القضاء، لان هذا الموضوع اذا تفعل بطريقه يعني ضرب القضاء سابقه خطيره جدا، ان كان بمواطن عادي او كان لاعب او كان سياسي، القضاء هو يكون الميزان اللي يحكم بيناتهم. فهذا اللي صار، هم اكثر من مره صرحوا قالوا انه اذا طلع قرار محكمه وقرار نخرج، ما صار هذا الشيء. يعني ما اعرف انه وين يوصل، ما ادري يعني ما اعرف شنو الخوف. انا عامل بس اسال، خافوا خروجكم شنو؟ اكو شيء مخفي تخافون انه يظهر للعلن؟ وانا هذا الشيء متاكد منه ممكن بالايام القادمه يظهر. ننتظر القرار اللي يجينا من الكاتب العدل، هم مسوين كتاب على اخلاء النادي وتسليم النادي. تدري احنا ما يعني ما متشلبين ولا هذا، بس اكو اجراءات لازم نقوم بها، يعني اجراءات مثلا ماليه اداريه التسليم والاستلام. خلاص يعني صار القانون، احنا مع القانون، لكن قلت لك اكو اجراءات حتى لا واحد يجي يقول انت ما سلمتني. احنا نجي نستلم شلون ونسلم الاشياء اللي بعهدتنا، يعني مثل ما قلت لك احنا تابعين لوزارة النقل، هنالك يعني صرف يعني ماليه واداريه ويعني من كل الجميع. راح ان شاء الله مثلا شوكت ما يجينا الكتاب، احنا هم قلت لك راح نكون المحامي مالتنا راح يطرح هذا الموضوع، يمكن هي فترة اسبوع او 10 ايام او 60 يوم هي الفترة المقررة اللي يسلم النادي نسلم. يعني شخصا فلا حسن ولا الهيئة الادارية، يعني الاخوان اللي موجودين استاذ مقصود، استاذ شاكر، يعني دكتور اسعد، اني استاذ رافد، دكتور خليل، كلياتنا متواجدين. بعد ما يصير التسليم هاي شغلة حضارية، هسه مثل ما الوزراء من صارت الحقبة الوزارية تيجي تسلم وهذا الوزارة وهذا المعني وهذا، يعني ما هو تحدي إلى سلطة القانون ولا القانون نافذ يوم تحدي أنا ولا هذا. أما اللي كبر هاي يريد يسوي فتشرخ، يعني إحنا كابتن أحكي لك إياها المتمثلة برئيس الهيئة الإدارية كابتن فلاح حسن، تدري رمز من رموز الرياضة، أنا مو أريد أمجد لك وأمدح لك فيه، الكل تعرفه. يعني كانت الناس قسم من عندها تتمنى تأخذ وياه صورة، تتمنى توقف وياه، يعني حتى مع احترامي. فهذا التأويل اللي صار
لا مفرزه ولا هو الكتاب اللي موجود الجوي. تدري احنا الدوام مالتنا دائما يكون الانديه ويا التمرين، فبالصدفه احنا كنا موجودين هنا، رجعوا الاخوان استلموا الكتاب، يعني ما بي اي لا بي القاء قبض ولا بي اي شيء، بس هو هذا الكتاب يعني قسم قلت لك كبروا وهولوا هذا الموضوع. حزين انت على ما يمر به الزهراء؟ لا لا، شوف اني بالنسبه لي حتى قسم يعني ما اريد اقول لك، اريد اعرفك منو كريم رزاق من ما الحمد لله وشكر خدمه النادي بالسراء والضراء، هو الكل يعرفون، واني هم دائما اقول لها يعني قسم هسه من اعضاء الهيئه الاداريه اللي موجودين اذا صاروا اني الناس انا مدير فريق عليهم بال89 واني قسم مدربهم ما بيناتنا اي شيء، وقلت لك يعني حتى اللي متواجدين لا حزين ولا هاي سنة الحياة، بس أنا أقول لك يعني الطريقة غير صحيحة، لأن هنالك عدة أندية، يعني مو أنت تجي مثلا على شغلة، مو نقول شغلة مثلا مهمة لو شغلة بيها مال لو بيها بشغلات إدارية، حضور ممثل اللجنة الأولمبية أو عدم إرسال محضر الاجتماع اللي صار، يعني قلت لك مستجدات صارت، فقلت لك احنا الحمد لله وشكر هذا نادي انا ابقى بنادي، انا دائما اقول هذا ويا الجمهور ويا الاداره ويا الناس المعنيه قابل اروح اشجع مع احترامي لبقيه الاندية، انا ابقى ابن الزهراء، لان انا تاريخي هذا حج رشيد حي يرزق، انا سنه 77 وموجودين وياي محسن كابتن محسن ورايد وسعد عبد الحميد محمد حسين نصر الله، احنا بدينا بال 77 78 بنادي الزهراء وخلصنا لاعب ومدرب واداري ومدير فريق، وابقى خدمه هم بقى يعني تشجيع له يبقى يعني مستمر، واحنا بالعكس انا على نادي الزهراء. شوف انا اتمنى ما يصير بنادي الزهراء يعني فشي يعني مثلا يعني تنكسر تدخلات ويصير كذا يصير كذا يصير كذا، ما اريد نادي الزهراء يمشي، قد يكون احنا في يوم من الايام قلت لك يعني مو أخطأنا بالهذا، يعني تفكيرنا أو رأينا كان مخالف، بس هذا مو يعني ضد أشخاص أو مو ضد هاي عمر فلاح حسن، يعني عذرا للتسمية يعني رئيس النادي ما صار عدو ويا شخص واحد، بالعكس هو محب خيمة جامع اللاعبين، وإحنا أيضا الإدارة كليتنا كل المتواجدين وكل اللي موجودين إحنا تحت رعايتنا، وإحنا قلت لك هم مدربين الفئات العمرية عندنا بحدود 27 الى 28 واحد مدربين الان الفريق الاول كلهم دي يمثلون الزوراء وعملوا بالزوراء من كابتن عصام الى هشام الى على يعني والى قاطع الى حيدر عبيد الى مازن، هم كلهم مثلوا الزوراء، فهو هذا اللي يريده تمشي المسيره وان شاء الله نادي الزوراء يحقق بطولات ان شاء الله. وين رايحين كاداره بعد هذا القرار؟ احنا هو راسمين الخطه مركز التسويه بعد ما صدر القرار يقول لك اكو طريق، عندما أنت تعترض على هذا داخل العراق المهم اقتنع بقرار مركز التسوية والتحكيم، لأن احنا بالبداية أول وحدة نصفنا انطانا يعني الأحقية لنا، بعدها صار لا قالوا بأنه أنتم خالفين يعني بقوا على حل مجلس الإدارة، فإحنا رايحين إن شاء الله أكو يعني هو قلت لك هذا الطريق مرسوم خلال 21 يوم لك حق تروح تشتكي بمحكمة كاس، وهي احنا هاي المحكمه هي ان شاء الله اللي تنصف اذا احنا على حق واذا الاخوان على حق، واحنا باقين يعني قلت لك شلون بهذا المركب اللي هو مركب نادي الزهراء ان شاء الله. اكيد فريق الميناء لا يستهان به، فريق عريق، فريق يمتلك اسم كبير، يمتلك عدد من اللاعبين الجيدين، ست محترفين اضافه الى المغتربين اضافه الى اللاعبين اللي هم بالمنتخبات الوطنيه، يعني فريق ليس بالسهل، لكن انت تعرف تطبيق الواجبات مهمة بالنسبة لي، لاعبين شباب عندي حرمان عندي إصابات وعندي 16 لاعب، يعني حتى على المصطبة احنا ما مكملين العدد وبدينا يمكن أكثر من 5 لاعبين هم منازلين، هاي أول مرة نزلناهم، لكن أنت تعرف اللعب بدافعية وروح المعنوية إضافة إلى تطبيق الواجبات هذا كان إلى سبب بدور الفوز، كذلك يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني اكو بعض الفرص يمكن ما قدروا يسجلوها، بالمقابل احنا ضيعنا فرص، فكانت مباراه جميله، اعتقد استمتع الجمهور اذا كان الميناي او الكربلاي، فنتمنى انه فريقنا يسير بهذا المسار، رغم انه فريقنا طالع من خساره قاسيه في زاخوف بظروف غير طبيعيه، وحرماني اني مباراتين اللي ما استحق، يعني انا
انحرم مباراتين. انا حسن احمد الحمد لله يعرفوني كلهم، وانا صديق للحكام وليس عدو، لكن انت ما تعرف شنو السبب اللي حرموني مباراتين وانا ما استحق. فاقول الله سبحانه وتعالى يمكن انطانا التوفيق في سبيل يعني يرجع نادي كربلاء بالشكل الصحيح. في كره القدم هي كره القدم يعني للعطاء وليس للاسماء. فريق منا فريق صعب، اسماء يعني كبيره، تحياتنا لهم، جمهور كبير، جمهور البصره تحياتنا لهم. الحمد لله حققنا ثلاث نقاط مهمه في اول ثلاث نقاط في الدوري، ادينا واجبات اللي طلبها من كابتن حسن. الحمد لله اشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوه هاي المباراه، وان شاء الله القادم حيكون افضل، القادم حيكون اصعب وافضل. ان يعني تعرف الاسماء اللي جت تلعب في نادي كربلاء اول، اغلب الاسماء اول مره يلعبون في الدوري. ان شاء الله عندنا ان شاء الله الدوري بعدها هسه بدايه الدوري، احنا عندنا ان شاء الله هواي كثير مباريات، ان شاء الله حقق كل ما يريد المدرب، نحقق نتائج ان شاء الله ايجابيه هاي الموسم ان شاء الله. والله مباراه صعبه مثل ما تعرف، الميناء فريق على مستوى عالي، يعني فريق جماهيري، تعرف الظروف اللي دا تمر بها يعني نادي كربلاء، ظروف صعبه، ظروف قاهره، دكه ما كامله، عندنا لاعبين مصابين، بس احنا كلاعبين اعتبرنا هذا تحدي انه، وخاصة المباراة والميناء، يعني ردنا نهدي نقاط المباراة للكابتن حسن أحمد، والحمد لله وشكرا الله وفقنا والحمد لله. صراحة يعني المباراة شفتوها يعني كانت صعبة على الطرفين. الميناء يمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، ولاعبين منتخب وطن أيضا كأمثال الكابتن علاء عبد الزارة والكابتن مهند عبد الرحيم، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين من جميع الدول. لكن الحمد لله كابتن حسن عرف أن يحد من خطورتهم، عملنا لمدة 20 إلى 15 يوم، فقدرنا الحمد لله بالشوط الأول حصلنا على النقاط الهدف عن طريق عبد القادر، والأهم أن حصلنا النقاط الثلاث، ونوعد جماهيرنا إن شاء الله القادم يكون أفضل، وبإذن الله تعالى نكون على قدر المسؤولية، ونشكر جماهيرنا اللي ساندتنا، وشكرا للكادر التدريبي. الصراحة ما كنا بوضعنا الطبيعي المباراة، فريق كربلاء كان أفضل واستحق الفوز، مبارك لهم، هارد لك الجمهورنا الكبير اللي حضره، نعتذر من عندهم صراحة مقصرين، هاي المباراة الثالثة على التوالي نخسرها، خصوصا اليوم يعني ما كنا نستحق نحقق نتيجة جيدة صراحة، فريقنا ما كان بوضع طبيعي، علينا إنه نراجع نفسنا. مباراة الزوراء مباراة كبيرة، إذا كان يعني إذا كنا نريد نرجع المنافس إنه حققت نتيجة إيجابية إن شاء الله ما بسوا. يعني هي أكيد بعد الهدف أكيد كربلاء يعني غلق المناطق العمق علينا، وإحنا قلت لك إنه صراحة ما كنا بيومنا، فريقنا ما كان جيد اليوم، يعني نستحق الخسارة، لازم نرجع نفسنا إن شاء الله مباراة القادمة، لازم الفريق يرجع الوضع طبيعي. كرة قدم هيك يعني إحنا حاولنا يعني صح قدرنا المستوى هواي أحسن، بس هو الكرة القدم هيك يعني حاولنا ومع الأسف يعني اليوم مو ربح يعني. سنعرف يعني لازم ندرب أقوى بعد، وإن شاء الله نرجع بعد أقوى يعني للمباراة الجاية. يصير أخطاء يعني، بس مو بالنسبة لنا يعني الأخطاء يصير يعني كان فريق يعني نخطأ زي فريق ونربح زي فريق، يعني هو أي خطأ يصير يعني. كل مباراة لها تفكيرها الخاص، لها لاعبيها الخاصين، مثل ما قلت في بداية الموسم العمل مشترك من إدارة وجمهور وكادة التدريب ولاعبين، ما قصروا الجانب الإداري، ما قصروا حتى الجماهير اليوم كانت حاضرة من العمارة طريق طويل. العمل مشترك مو فقط علي عبد الجبار، كل الكادر التدريبي عمل بهاي الفترة اللي اعتبرها قليلة، يحتاج وقت للانسجام، عندنا أخطاء رغم الفوز، يمكن ضيعنا أكثر من فرصة. أشيد على اللاعبين أدائهم البطولي داخل الملعب، خاصة في الشوط الأول كنا ممتازين مستحوذين وسجلنا هدف، لكن الفرص الضائعة هذا مؤشر غير جيد للاعبين، المفروض احنا نسجل اكثر عدد من الاهداف. فريق الكرخ فريق محترم بادارته وجمهور ولاعبي وكادر التدريبي، ان شاء الله يكون عنده جمهور، ان شاء الله نتمنى تصاعد بالاداء، تصاعد بالنتائج، يحتاج الفريق وقت للانسجام، يمكن اغلب اللاعبين يمكن هم جدد على الفريق، ان شاء الله نتمنى بان يكون القادم افضل لفريقنا. اتدخل بهذا الموضوع، انا لي عملي الخاص واضح، يمكن انا لعبت يمكن ثلاث مباريات مع عده مدربين، يمكن اجانب مدربين محترفين، يمكن فريق القاسم وفريق نفط البصره وفريق الكرخ، انا انظر لفريقي فقط، انظر لعملي، انظر لاخطائي، كل مدرب عنده اخطاء، انظر لتصحيح الاخطاء، الهجمه على المدرب المحلي، بعض المدربين يعني اقول عملهم غير واضح، لكن العمل واضح
ما يدخل في خانه الانتقاد او خانه التسقيط. انا اعتبر المدرب ما يمتلك جنسيه محدده، الحمد لله وشكر عملنا واضح داخل الملعب، نركز على عملنا وعلى فريقنا، والامور الاخرى خارج الفريق نتركها. الحمد لله اكيد نتيجه ايجابيه حققناها ملعب نادي كرخ، نادي محترم. احنا الحمد لله جينا على 3 نقاط، ان شاء الله نعزز موقعنا في الدوري، وعندنا مباريات قادمه ملعبنا وخارج ملعبنا، كل مباراه نجي علي 3 نقاط، وان شاء الله نكون في المقدمه دائما ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك للكادر التدريبي والجماهيرنا والاداره والجميع ساهموا بالفوز، ان شاء الله وان شاء الله القادم افضل ومزيد من النتائج الايجابيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك الكادر التدريبي، يعني ما قدرنا نقدم بعد الدقيقة 25، يعني صارت واجبات أخطاء فردية، احنا اللاعبين نتحمل الخسارة، علينا نركز وراجع نفسنا حتى نقدر نعدل وضعنا بالدوري، ما نستحق الخسارة وإن شاء الله القادم أفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كنا عازمين على 3 نقاط، لكن الحمد لله وشكر قدر الله وما شاء وفعل، هاي حال كرة قدم، فوز وخسارة. إذا ما تسجل لازم تستقبل، لكن الحمد لله والشكر ان شاء الله نصح اخطائنا في مبارياتها القادمه، ان شاء الله نعود باقوى ان شاء الله حبيبي. نشكر الكادر التدريب ونشكر المدرب، وراضين على الاداء وراضين على اللاعبين ان شاء الله، ونشكركم ونشكر قناتكم الكريمه. مبروك النادينا ومبروك للجماهير، واجينا من العماره واللي جاي، وما نرجع ان شاء الله الا ب3 نقاط، وان شاء الله ان شاء الله نقل للفرق البغداديه حضروا من ميسان، حضروا من ميسان، ميسان قادم بقوه ان شاء الله للدوري العراقي، وحضروا من ميسان. هي 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 يا ميسان. الف مبروك لهاي الجماهير الميسانيه، ازرنا من محافظه العماره البغداد، الف مبروك الكادر التدريبي ولكل الجماهير الميسانيه. أريد أوجه كلمة إلى كادر التدريب وهاي المدرب، مشكور المدرب على 3 نقاط، إن شاء الله نرجع للعمارة وبيدنا الصدارة. قادمين من محافظة ميسان إلى يعني الفوز وإن شاء الله الصدارة، وشكرا للمدرب النجم المنتخب العراقي السابق علي عبد الجبار، شكرا لإدارتنا الموقرة، شكرا لأوتراس نفط ميسان، الوين ما نروح للبصرة، البغداد، للنجف، الكربلة، الأوتراس موجود، وشكرا لقناة الفرات، وشكرا لمقدم الفرات، مقدم برنامج كرة علي سالم، وهاي باسل علي سالم، لأن أنت إعلامي، بس أنت إعلامي نزيه للدوري العراقي وللمنتخب العراقي، وما سقط الكاساس أكثر من هجمة تصير على كاساس، ما سقطته، وأكثر هجمة تصير على أيمن حسين، وأنت مساعد أيمن حسين، وشكرا لقناة الفرات. حبيبي أولا مبروك للجميع، ومبروك للاعبين، ومبروك لهذا الجمهور اللي وفي اللي يآزر الفريق من بداية الموسم لنهاية الموسم، وسند للنادي هذا الجمهور، هذا الجمهور شوفه كل المحافظة. ونشكر الكادر التدريبي، ونشكر الإدارة، ونشكر جميع الجماهير الميسانية، وإن شاء الله التوفيق، إن شاء الله التوفيق لأبناء العمارة. ألف مبروك أولا لإدارتنا الموقرة برئاسة الأستاذ أحمد سالم، ولا الكادر التدريبي، ولا لاعبينا الأبطال، ولا جمهور الأوتراس، أين ما يروح الفريق هم وياه مساندين وحاضرين، وألف مبروك وألف تحية لبرنامج كرة للأخ علي سالم. الله يحفظك ويبارك فيك، أنا أشكرك. مبروك لنادي الطلبة ولجماهير نادي الطلبة والكادر التدريبي واللاعبين الأبطال والهيئة الإدارية. طبعا احنا كنا محتاجين هاي 3 نقاط صراحة، يعني تعرف المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا، لكن لا تخلو من الصعوبة، فريق القرمة فريق محترم يمتلك لاعبين على مستوى عالي. فترة التوقف الصراحة فادتنا كثير، حاولنا نصحح الأخطاء البسيطة اللي حصلت بمباراتنا مع نادي الشرطة، خضنا 3 مباريات تجريبية على أثرها توجت اليوم بهذا الأداء الجيد وهاي 3 نقاط الثمينة. شلون هالإذا ردنا نسأل المدرسة الجديدة مع مدرسة الوالد؟ والله شوف الصراحة، هو الوالد أنا مو بعيد عنه للأمانة، الوالد من خلال مسيرته هاي التدريبية أنا مواكبه أول بأول، بس كنت مو بشكل رسمي يعني كعامل بصفة رسمية مع مساعد. الصراحة أكو صعوبة نوعا ما، لأن تعرف يحتاج جهد إضافي، تفكير زايد، وهو معروف عنه شوية صعب بالعمل، بس إن شاء الله بمرور الوقت إن شاء الله
تتذلل هاي صعب. مدرسة الكابتن باسم. شوف الكابتن باسم قاسم مو أنا اللي أقيمه الصراحة، مو أنا اللي أقيمه، والمسيرة اللي امتدت طيلة 30 عام لاعب مونديالي ومحقق كثير من الألقاب، ثاني أفضل مدرب بآسيا. أترك هذا سؤال حضرتك. طبعا أنا أشكرك للجماهير وللمعنيين بأنه هل الكابتن باسم قاسم مدرسة أو لا. والله شوف هي أهم شيء الشجاعة والانضباط. أنت اليوم يعني مهما تكون إمكانيتك الفنية ومهما تمتلك من فكر عالي، مو إذا ما كانت لديك الشجاعة والمجازفة وبنفس الوقت الإنصاف، أنت اليوم لو تملك علوم الدنيا كلها لا سامح الله لربما بقصد أو غير قصد تظلم، ممكن الله سبحانه وتعالى ما يوفقك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أخوتي اللاعبين، أشكر كادر التدريب، أشكر الجمهور الوفي اللي ساند الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة. أتمنى الحضور الجماهيري بعد أكثر وأكثر. نادي الطلبة يستاهل أن يكون من أصحاب التتويج بالأربع الأوائل، والتوفيق إن شاء الله للاعبين. اللاعبين كلهم ما قصروا وكل كانوا كلهم على قد المسؤولية. عندنا مباراة انتظرنا مع نوروز، وإن شاء الله يا ربي الموفقين إن شاء الله للجميع، وياهو اللي يلعب إن شاء الله كنا إيد واحدة كفريق واحد نادي الطلبة. نتمنى إن شاء الله الموفقية لكل اللاعبين. تواجد اللاعبين الخضراء سعد ناطق حمام طارة ممكن يعطي زخم، وأيضا أشوفكم يعني صدرون بعض التمثيلات. طبعا شوف هو الفريق يعني كل اللاعبين لاعبين ممتازين، لاعبين يعني بعدهم شباب، لاعبين يسمعون ولاعبين قصة واحدة يعني. وإن شاء الله يا ربي نطمح للأحسن، نادي الطلبة اللي يستاهل يكون بالمنصات التتويج بالأربع الأوائل، والتوفيق إن شاء الله من رب العالمين. طبعا احنا نحتاج الحضور الجماهيري بعد اكثر واكثر، وان شاء الله الجمهور هو ما يقصر، لان هذا يعطينا دافع ان معنوي، يعطينا دافع ايجابي ويسند الفريق. واليوم هم ما قصروا من اول دقيقه لاخر دقيقه، هم شجعون الفريق. الفريق كان على قدر المسؤوليه ككادر تدريبي كلاعبين كاداره. اتمنى الموفقين ان شاء الله للجميع. عندنا مباراه انتظرنا مع نوروز، المباراه حتكون يعني بين ملعبهم يعني بين ارضهم وبين جماهيرهم. ان شاء الله احنا كلاعبين ان شاء الله نقدر نغير اي مباراه تكون ان شاء الله صالحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اول شيء اداء ونتيجه اليوم. تعرف خرجنا يعني خساره مره ويا الشرطه، توقف جاء في صالحنا. هسه اشتغلنا زين، تمرنا زين، كل واحد عرف واجباته، كل واحد عرف مسؤوليته. هذا هو تلعب فريق كبير، فريق جماهيري، يعني واجب عليك الانتصارات خاصه يعني داخل ارضك. الحمد لله الانتصار هذا جاء اليوم اداء ونتيجه، باذن الله ناكدوه ان شاء الله اللعبه الجايه وين نوروز ان شاء الله. مبروك الفريق الطلبه، هذاك فريقنا حقيقه. الشوط الاول فريقنا بالحد دقيقه 40 ظهر بمستوى جيد، لكن حقيقه من عطفات اللي صارت هي وصول مرتين للمرمانه وصارت هدفين. كره قدم هي حقيقه عباره عن اهداف، حاولوا استغلوا فرص فريق الطلبه واستطاعوا ان يحقق الفوز. حاولنا الشوط الثاني اكثر من طلعه نطلع في فريق الطلبه، لكن حقيقه لم نوفق في تسجيل الاهداف. نسعى ان شاء الله بالمباراه القادمه التعويض والفوز على ابطال باسط ان شاء الله. اول حاجه يعني هارد لك، وان شاء الله في قادم مواعيدنا الدارك. الاداء كان يعني من اول مباراه دخلنا المباراه بصفه عاديه وطبيعيه وكنا مركزين، لكن خسرنا التركيز في اخر الشوط الاول. هما كلفنا جزء اخطاء يعني تسجلوا عليهم جزء اهداف. في الشوط الثاني حاولنا نعدل كل ويعني، بس فريق طلبه ما خلانا كثير مساحات ولعب على الكاونتر اتاك وحاول في كثير مرات انه يوجعنا، بس احنا الحمد لله ما الشوط الثاني يعني ما قبلنا كثير لعب، بس ما توفقنا في تسجيل الاهداف. ان شاء الله في قدم مواعيد نتوفق ونفوز ان شاء الله. خساره والله ما متوقعينها، وبس الف مبروك النادي الطلبه وهاتك النادي القرمه، بس ما كنا متوقعين نصل لهذا الاداء. اداء مخيب ولعب مو من لعب نادي القرمه من مستواه، ونقول الحمد لله رب العالمين. نعوض ان شاء الله على اللعبه الجايه، والف مبروك للطلبه وهذاك النادي القرمه. السلام عليكم. والله خساره مؤلمه، كل يتحملون والله العظيم. كنتوا تتوقعون انه تقدمون اداء؟ والله كنا متوقعين انه اقل الاضرار يعني تعادل، خلينا نقول ما حالفنا الحظ، وهاي الحمد لله.
مبروك. مبروك النادي الطلبة وهارد لك نادي القرمة. صراحة المدرب يعني ما أعرف شنو السبب اليوم تغييرات عباس قاسم قاعدة، ما نعرف يعني ليش. أنت قدمت أداء زين قدام نادي الشرطة بتشكيلة ممتازة يعني، وأنت فريق جديد على الدوري، فلازم يعني اللاعبين انسجام. اليوم ماكو أي انسجام داخل الملعب، اللاعبين المحترفين يعني لياقة بدنية ضعيفة، ما نعرف شنو السبب. إعداد مو زين ما ندري يعني، بس هارد لك نادي القرمة ومبروك نادي الطلبة، وإن شاء الله المباريات القادمة نقدم مستوى أفضل. والله الأداء يعني اللاعبين المحترفين يعني على شنو جايبيهم ما أعرف. يعني أنت عندك من المحافظة لاعبين يعني ممتازين، يعني أخطاء من الحارس وأخطاء من الدفاع، يعني هاي سببت اللي خسارة. تبديلات متأخرة من قبل المدرب، وشفت المباراة يعني تخبط بالدفاع وتخبط بالوسط، مهاجمين متى توصلهم الكرة، يعني أداء جدا باهت. يعني مو هنا المشكلة، يعني أنت اللاعبين يعني صعدوا من الدرجة الأولى يعني بأوج عطاهم يعني، ونتائج يعني ممتازة. يعني شو بالدوري الممتاز يعني ما أعرف، يعني واجهوا فرق صعبة مثلا أول لعبة. شفت مباراة الشرطة يعني تعادل، يعني كان عندنا بطعم الفوز يعني، بس يعني ما أعرف شلون يتصرفون اللاعبين. والطلبة يعني هم فريق عريق وجماهيري ويستاهلون الفوز. ثلاث نقاط هي بوكتها هسه، وبس فريق القرمة فريق ما يستهان به حقيقة، فريق محترم. وبس الطلبة يعني هاي الحمد لله والشكر، احنا ثلاث نقاط هي جدا مهمة بهذا الوقت، واللعبة الجاية ان شاء الله بعد. راضين على اداء الفريق؟ نوعا ما اليوم، اي ما اقول لك نوعا ما. القرمة يحتاج والله كل شيء موفري لهم، كل شيء، أي شيء، جمهور، أنواع الجمهور جاي يجي ومن كل المكانات، حتى من زاخو جوي أنا. بس حارس، خط الدفاع موشي، النص ماكو، مهاجمين الزينين مقعدهم ومخلي لي هذول دو عمل، يعني ما أدري شنو الأسباب. ولا حارس صفر اليوم. اليوم قدموا مستوى جيد بالنسبه لهذه المباراه، فالشوط الاول كان اداء مو زين، الشوط الثاني كان ممتاز. راضين على اداء الفريق؟ لا الحمد لله والشكر، جيد اليوم، جيد. راح يكون منافس ان شاء الله، والقادم افضل. حظ اوفر للقرم، فريق خوش فريق طبعا هو، بس الطلبه اليوم قدم مباراه تليق باسم الطلبه، وان شاء الله القادم افضل بعد. نريد من الطلبه شويه يستمرون بهذا الاداء. الحمد لله نتيجة حلوة. فريقكم منافس بإذن الله من الأربعة الأوائل إن شاء الله على الدوري إن شاء الله. أشكرك عزيز، شلونك؟ مبروكين جمهور الطلبة، يوم أداء ونتيجة. إحنا نريد هذا الفريق يستقر، وودعوا من الجمهور بس مساندة الفريق، يساندون الفريق يعني أكثر وأكثر. يعني بداية أول خمس دقائق سبع دقائق الفريق ما يأدي، لا الجمهور يتجاوز على اللاعبين، هاي وحدة. اثنين حيشجعون الفريق، حالنا حال دول الأوروبية. ريال خسران 2-0 فاز 5-2 شوط الثاني. خلي شخصية لفريقك، روح المعنوية الفريق. ومبروكين علي سالم، هذا يعني الفوز خاص لي. هذا علوش حوسين. أولا الجمهور ما طلبه، أول ما ضيعنا شلون أقول لك راد، إن الهدف ضيعنا، الجمهور قاموا يغطون على اللاعب وما المفروض يشجعون على مودي يدون اداء لليق، وان شاء الله الفوز للطلبه. كابتن الفوز غطى يوم على عيوب هواي، والله فريق ما يلم بالطبوح نهائيا. يعني هسه احنا نكذب على ارواحتنا نقول يعني بس الجول ماكو اي شيء، يعني لا شفنا لمسه فريق لا لمسه تاي. يعني مراجعكم من باسم قاسم، يعني باسم قاسم العام ويا الفرق يعني غلب الجماهيريه، بس ويانا شنو الخلل مال الطلبه ما نعرف، يعني لا الواعي. الف الف مبروك للطلبه، والحكمة قدمت مستوى هائل بهاي المباراة. ملاحظة، احنا عبنا على الرياضة، عبنا على شيء، احنا الطلبة شوية احسن نقول، بس الحمد لله قادم افضل نقول. احنا ملاحظة على ملعب المدينة، يعني مسؤول المدينة الملعب، يعني تكرمون بس انتوا الحمامات، يعني ما كنت ترى هيك، يعني هسه يبوا على الحمامات من يجينا هسه الدول الفرق هاي دفاع الخليج، يعني ست الحمامات كلها ما فيها بواري، يعني الله ما يقبله محمد. زين نرجع للطلبه، الطلبه بعدها شوي شوي تدريجيا جاي يدرج، احنا ما ننسى اللمسات الفعاله لكل الفرق اللي رجعت اللي لعبنا ضدها، ماكو فعل قوي. زين ارجو من باسم قاسم ان شويه
شويه بس شريف، اريد منك شريف شويه تخليه بالفورمه ومنك نهار ببه وخلي الفريق يمشي بسهوله احسن، جاي يرجع افضل افضل ان شاء الله وقادم افضل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكرا. ثلاث نقاط مهمه من فريق نادي الحدود، فريق محترم. تدري انت من الفريق قبل تقريبا اقل من 72 ساعه خضنا مباراه على مستوى عالي مع بختكور بطوله النخبه الاسيويه، فاكيد نحتاج استشفاء اكثر، فاجرينا تقريبا بعض التغييرات اللي هي نص الفريق ما لعبناه بالبدايه، نص اللاعبين اللي التشكيله اللي لعبت مع بختكور. فالحمد لله وشكر عندنا لاعبين على قدر المسؤوليه، عندنا لاعبين نفس المستوى الفريق اللي لعب مع بختكور نفس اللاعبين الموجودين، وعندنا البدلاء بعد افضل الحمد لله وشكر. فريقنا متكامل، مباراه الحدود مباراه مهمه، ثلاث نقاط مهمه، كل الاحترام والتقدير الفريق الحدود، اللاعبين ادوا ما عليهم، بالتالي انت الدوري نقاط، لكن اللي هو المهم ان شاء الله نطالب حضور الجماهير. تدري فريقنا فريق جماهيري، والداعم الاول والاخير للفريق هو الجمهور. اسالك على الجماهير، هناك اكو عزوف من الجماهير، يعني شنو سبب العزوف؟ يعني قلت لك انا، انت قبل لا تسالني قلت لك ان شاء الله نتمنى دعمهم، نتمنى حضورهم اللي هو الجمهور. طبعا ملح الدوري، انت من تجي اي لاعب يتمنى يلعب يلعب الفريق جماهيري، يسمى الفريق الجماهيري، الشرطه والجويه والزهراء والطلبه وحتى فرق المحافظات. فجمهورنا احنا بالنسبه لنا عزيز علينا جمهورنا، ان شاء الله احنا كلاعبين وككادر وكل النادي احنا ان شاء الله راح نكون نفرحهم واللي هم عليهم يدعمونا بالسراء والضراء. وشي الحمد لله رب العالمين على الفوز والانتصار، وهذا هو اهم شيء. تعرف ان مرحله الدوري مباريات كثير، وراح اكيد يمر علينا مباريات صعبه، المهم والاهم من هذا كل شيء انك تحصد الفوز، تاخذ ثلاث نقاط وتمشي وتفكر باللي جاي. المباراه ما كانت سهله ابدا، يعني نادي الحدود قدم مباراه كبيره، بنقول له هارد لك، الحمد لله على الفوز ومبروك لنا ومبروك جماهيرنا اللي ساندتنا، اتمنى منهم انهم يساندونا اكثر واكثر بالمباريات القادمه. شعورك وانت تسجل الهدف الاول في دوري الجمهور؟ اكيد، يعني الحمد لله بفضل من رب العالمين، يعني شعور جميل جدا انك تلعب نادي الشرطه، نادي كبير في الدوري العراقي، وتدخل اول مباراه لك وتسجل، اكيد شعور جدا جميل. ان شاء الله نظل متواصلين على نفس المستوى هذا ونكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. ان شاء الله ضغط كبير عليكم من قبل الجمهور صراحه، ما قابلين على اهداف في اخر المباريات. اكيد اكيد، يعني جمهور حق، انت قاعد تحكي على نادي ينافس على جميع الجبهات، عندك دوري وعندك كاس وعندك اسيويه، مو بالسهل، وبطمح انه دام نادي الشرطه نادي بطل، فبطمح لشيء هذا. اكيد يعني احنا بنتمنى كمان ان هم يكونوا معانا، لانه عندنا ضغط كبير، مباريات اكثر من جبهه راح تمر علينا صعوبات. اكيد ان شاء الله مع مرور الوقت والمباريات الاداء بتحسن احسن واحسن، وبصير التوليف افضل، وبتكون الامور جيده ان شاء الله. بشراره اخيره، عتب كبير على المدرب احمد صلاح وكان التدريب بشكل عام، رسالتك انهم شو تقول للجمهور؟ اكيد احنا دائما نكون ايد واحده وقلب واحد مشان نمضي سويه، يعني اكيد الكادر التدريبي دائما هو له صوره خاصه فيه، هو بشوف المناسب والانسب، احنا كلاعبين لازم نكون دائما موجودين معاه ونتمرن باحسن شكل، نكون جاهزين، والجمهور اكيد من سردنا، يعني دائما اي مشجع لاي نادي بحب دائما الانتصار الانتصار الانتصار، لكن بلغه كره القدم في فوز وفي خساره وراح تمر بظروف صعبه، لكن الحمد لله يعني رغم اللي قاعد ينقال انه احنا ماشيين كويسين وهينا بالصداره وامورنا طيبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكرا على كل حال، مبروك للشرطه، هارد لك لفريقنا. حقيقة خسارة كانت غير مستحقة بالنسبة لنا، الشوط الأول أدينا أداء جيد دفاعيا، ممتازين كان الفريق، يعني حتى الشوط الأول كان بدون خطورة علينا، الشوط الثاني ممكن كنا أفضل هجوميا، وصلنا للجول خصوصا مع تسجيل الشرطة للهدف، كنا أفضل بالحيازة، قدرنا نخلق فرص كثيرة لكن ما استغليناها بصورة صحيحة. نقول إن شاء الله المباراة القادمة تكون أفضل، خصوصا بعد فترة التوقف هذا نشوف وضعية الفريق أفضل، انسجام الفريق أفضل، نتمنى إن شاء الله المباراة القادمة يكون أفضل إن شاء الله. كابتن، نادي الحدود لحد الآن بدون أي فوز، تنتظركم مباراة مهمة أمام النفط، قادرين على الحصول على نقاط المباراة الكاملة؟ شوف أكيد، يعني إحنا هاي رابع مباراة بدون أي فوز، إذا تراجع المباراة إحنا أغلب المباراة ما نستحق الخسارة، بس ما حد يذكر الأداء الجيد أو المستوى الطيب، كلها تقول النتيجه هي الاهم، وفعلا النتيجه الان اصبحت هي الاهم بالنسبه لكل العالم وكل الرياضيين. فاكيد عندنا مباراه مهمه، الان راح نلعب مع فرق يمكن بمستوانا او اعلى من عندنا نوعا ما او اقل من عندنا نوعا ما، هاي الفرق ممكن تحصل من عندها نقاط،
بالتأكيد إن شاء الله عندنا مباراة هي مهمة مع النفط، لازم نرجع لوضعنا الطبيعي، ممكن نفوز في هذه المباراة، نرجع الوضع الطبيعي، ترجع ثقة للاعبين وتمشي الأمور إن شاء الله نحو الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد اليوم الفريق قدم مباراة جيدة، خاصة من فريق ما فريق الشرطة، فريق كبير بلاعبينه وبجمهوره، لكن سبحان الله أضعنا عديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني. إن شاء الله نكون قدر المسؤولية في قدم الأيام وقدم المباريات، علينا تحقيق نتائج طيبة، تنتظرنا مباراة مهمة أمام فريق النفط وعلينا نعوض بهذه المباراة إن شاء الله. الحمد لله وشكر، المهم 3 نقاط، ونبارك للاعبين ما نبارك للمدرب. احنا نتمنى للإدارة أن تباوع لأحمد صلاح، احنا كجماهير ما رايدين أحمد صلاح، واحنا نقول مبروك للفريق، مبروك للإدارة، فد أحمد صلاح أول تال لازم تطلعونه. نتيجة بدون أداء، المدرب سبب كل هذا اللي يصير بالنادي الشرطه، والجمهور ده شوف الجمهور المدرجات فارغه، فاحنا نطالب من الاداره شوف لنا حل للمدرب. والله يفوز شلع قلبنا، مو بس صعب بس نسوي هذا، حبنا للنادي، احنا لو غير نادي ما نجي، بس حبنا لهذا النادي، يعني عرفنا اشغالنا وجينا اللعبه. واتباوع فريق ماكو، ما بيروح، ماكو فريق ما بيروح، اكو في التقاطع بين المدرب والجمهور، يعني شوف حتى الجمهور اليوم ما جاي اللعبه زين، فنطلب ونظل نطلب الى اخر عمرنا. هذا المدرب مو قد الشرطه، الشرطه اكبر من عنده. فوز غير مقنع بسبب الاداء، يعني مو هذا الشرطه مال مؤمن سليمان اللي عرفناه، اللي اخذنا 3 بطولات متتاليه. احمد صلاح حاليا بعد ما يعني ما اتصور راح يسعد جماهير الشرطه في الوقت الحالي، وطالب بتبديل المدرب صراحه، تغيير المدرب. الحمد لله وشكر، مباراه يعني كانت خاصه بالشوط الثاني عصيبه علينا، لكن الشوط الاول يمكن كنا نحسمها باكثر من هدف، فريق قدم مباراه ولا اروع خاصه بالشوط الثاني، الشوط الثاني هم دفعوا فريق نفط الجنوب لتحقيق التعادل، لكن فريقنا كان مسيطر على المباراه، الحمد لله وشكر. على كل حال 3 نقاط مهمه وتحسين ترتيب بالجدول ان شاء الله. كنا ادينا الاداء اللي كان واجب علينا من الكادر التدريبي الكابتن عادل، واللاعبين كانوا قد المسؤوليه، والحمد لله يعني حققنا 3 نقاط كنا نستاهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك لنادينا هاردك نادي نفط البصره، اعتقد قدمنا مباراه جيده على طول اوقات المباراه واستحقينا هذا الفوز. نتائج اللي حققناها بالمباراه السابقه اليوم، النتائج اللي حققناها بالمباراه السابقه اليوم يعني الدين اللي علينا مثل ما راد المدرب. مبروك لنا وهاردك نفط البصره، وان شاء الله القادم افضل وافضل. ما الكل يعرف يجوز في الايام الماضيه صار اكو شكاوى باللجنه الاولمبيه، يعني شكاوى تخص انه الاجتماعات وتخص هواي امور اداريه مثل ما تفضلت، فقانونيا رأت اللجنه الاولمبيه اكو مخالفات هوايه، فقررت انه هي مؤقته، هي المؤقته جاي تعمل صراحه، صار اسبوع او 10 ايام. الاهم عندنا ما جاي يكون تاثير على الفريق صراحه، على مود لا انه ندب اللوم على الهيئه الاداريه او المؤقته، لا كل شيء موفرين خلال هاي استلامهم خلال اسبوع او 10 ايام، الفريق جاي يؤدي باوقات واوقات لا، ممكن ما ماخذين بعد عن مرتبه الاعداد اللي صارت قصيره، فانا اشوف بالقادم المباريات راح الفريق يتحسن ويطلع من هاي الخسارات ان شاء الله. عندك طموح غير اداره نفط البصره؟ لا صراحه كنت انا اشتغلت مساعد مدرب واشتغلت مع الكابتن عادل ناصر مع اكثر من مدرب، طموحي اداري اكثر مما يكون فني، وبالتالي كلاعبين كنت لاعب كنت مدرب اعرف شنو اوفر للاعب شنو يحتاجه اليوم، تريحه على مود يأدي لك بالملعب. الحمد لله والشكر ما واصلين مرحلة الكمال، بس اللي جاي نقدر حسب الإمكانيات والوضع اللي بالنادي اللي جاي نقدر نوفره الكل الألعاب. حسب معلوماتي محور مهم خصوصا بالبصرة والهيئة العامة لاتحاد الكرة بالجنوب، هو اليوم أكيد المحور مهم يكون أول شيء، يعني الحمد لله والشكر التاريخ أو السيفي اللي عندك فتنظر لك بقية الألعاب غير النظرة اللي موجودة على يعني على الأسلاف البقية هاي بكل الأندية، يتباعون لاعب منتخب كرمز كوضع عام. الحمد لله والشكر يعني ما يوم ظالمين أحد أو جايبين أحد قوة، لا بالعكس مخلينها عملية ديمقراطية، بالتالي احنا نريده انه النادي ينهض، نادي نفط البصر نادي ثقافي اجتماعي، ما نظل احنا اليوم نجيب فلوس من الشركه ونعطيها وخلاص، لا اكو اليوم شاب انت تريد تعمل
مع احتراماتي للكبار السن تريد تعمل، فبالتالي اكو مساحه واكو دعم من شركه نفط البصره. نعم، المعلومات اللي عند زميلك رايح للرئاسه يونس محمود تدعمه؟ لا، هذا اقول لك ما نقدر نحكي، ممكن بعد يومين الكل ترشح كتله. قلت لك احنا الاهم عندي نادي بعيدا عن الاتحاد، سواء لا داعم للكل صراحه، سواء كابتن عدنان او كابتن يونس، الكل المجموعه عملوا واجتهدوا. اكو خلافات، اي تصير خلافات، تصير تنافس، بالتالي راح انا اتوقع بالتالي راح يجتمعون ويطلعون بقائمه او بكتله، اهم شيء يقودون المنتخب او العراق لكاس العالم ان شاء الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد الشوط الاول ما قدمنا مستوى يليق بفريقنا، الشوط الثاني حسنا من مستوانا. هاي كره القدم، فوز وخساره، الحمد لله والشكر، ان شاء الله نعوض بالجاي.